سبتمبر أحالوا ثلاثة إعلاميين على المحاكمة، حبوه يكون يوم أسود باش يركزوا فيه الإعلام، لكن اليوم هذايا القدر الصمود بتاع الصحفيين والمحامين والنقابيين خلينا نسمعوا كل الأحرار تحول إلى يوم أبيض تصل فيه الحرية على الناس أنهم باش يعاودوا يرجعوا عقارب الساعة قبل 14 شهر 2011 وخلافا لما جاء في البلاغ الكاذب الصادر على وزارة العدل. هالوزارة هذية راهي هي اللي كانت المنطلق بتاع البحث اللي تم ضد لواي داعي السجن. هذه وزارة كاذبة في حكومة كاذبة، جاء الوقت باش ترحل. كاذبة حماش باش يبقى الشعب التونسي حر حبة من حبة وكان من خلي الراجل